مين كان عقابه شفهي ومين كان عقابه عملي؟ لا أنا ساعات اتعاقبت عملي بصراحة وأنا صغير. من وأنا صغير من ماما. لا بابا، لا بابا عمره ما ضربنا، لكن أنا يعني أنا عايز أحكي لك موقف. مثلا كان في مسابقة زمان للأصوات، ماما خدتني عشان أروح أقدم وأغني في المسابقة. الجنونة جات لي وأنا مستني بقى دوري. أنا مش فاكر بالظبط المكان كان فين وإيه المسابقة بالتفصيل، لكن أنا فاكر إن أنا قبل ما أطلع أغني قلت لها ماما، قالت لي إيه يا حبيبي؟ أنا كنت وقتها مثلا بعد فيلم سيد درويش تقريبا كده 12 13 سنة حاجة كده، قلت لها أنا عايز أرقص تويست وأنا مفروض طالع أغني على المسرح. فقالت لي طب يا حبيبي حاضر، بس تغني الأول وبعدين أرقص تويست. أنا راسي وألف سيف إن أنا مش هغني غير لما ترقص، وهطلع أرقص تويست وأنا ماليش في الرقص خالص. طب إيه؟ الجنونة جات لي كده وأنا معرفش وشمعنا تويست. أنا عايز أرقص تويست، تصغر لي مفيش فايدة، تشخط فيا مفيش فايدة. المهم من هنا لهنا قالت لي طيب اطلع غني وبعد كده ترقص تويست. طلع أكيد، قالت لي أكيد. طلعت غنيت وأعتقد إن أنا فزت في المسابقة دي الحمد لله، وراحت جراني من إيدي ومروحة. أول ما دخلت باب البيت لقيت الشبشب بيترفع. صراحة أستاهل، أم مصرية أصيلة، أستاهل. بقيت أجري وتجري ورايا في البيت، أجري وتجري. بابا يقول لها حرام عليك. ارحميه. وراجع يعني منصور للبيت. منصور. لا بس لا يعني تعبت أعصابها بصراحة. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.